وكعادتنا بنبدأ مع حضراتكم أخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم. وجه سيادته بمواصلة الجهود بحيث أنه يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة اللي أقيمت فيها لتحقيق العدالة الناجزة. امبارح أيضا ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوفد المصري في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023، وكان ده بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات. تضمنت كلمة مصر شرح لكافة الجهود اللي قامت بها الدولة المصرية من أجل تعزيز التحول في نظم الغذاء والوصول لمؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وده في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا. وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة اللي أقيمت فيها على النحو اللي بيحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وفد مصر في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023 بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات. وتضمنت كلمة مصر شرح للجهود اللي قامت بيها الدولة المصرية لتعزيز التحول في نظم الغذاء، ومنها تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس الوزراء بهدف إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والوصول لمؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السيدة إيمي بوب المديرة العامة المنتخبة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة، وده على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما. وأعرب مدبولي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء ما يحتل ملف الهجرة من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر اللي بتستضيف 9 مليون مهاجر ولاجئ. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فرانشيسكو لوبورغيدا وزير الزراعة الإيطالي، وده على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023 المنعقد في العاصمة الإيطالية روما. وتطرق مدبولي إلى ما حققته مصر مؤخراً من طفرة في مجال الزراعة وإضافة 2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان من خلال نظم الزراعة والري الحديثة، كما أكد أهمية العمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي في ظل ما يشهد العالم من أزمات وتطلع مصر للتعاون مع إيطاليا في هذا الشأن. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، وأعرب مدبولي عن دعم مصر الكامل للفاو والتزام الدولة المصرية بعملية تحويل النظم الغذائية لما تحققه هذه العملية من تكامل بين الأمن الغذائي وعدد من أهداف التنمية المستدامة مثل تحسين الصحة والاستدامة البيئية وتحسين إدارة موارد المياه وتمكين المرأة من بين أمور أخرى. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لقيام مصلحة الضرائب باعتماد شركات أو برامج وسيطة لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحة أن شركة إي تاكس فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرار وزير المالية، بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية وتوفير خدمات الدعم الفني. وشددت على أن مصلحة الضرائب المصرية غير مسؤولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي العلمين إير شو 2023 اللي تم تنفيذه فوق مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية وفريق الألعاب الجوية الإماراتي الفرسان. وفي ختام الفعاليات نفذ فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية أو سيلفر ستارز عروضهم بواسطة طائرات K8E
وده كان فوق مدينة العلمين الجديدة السياحية واللي تفاعل معها الجمهور لما قدموه من عرض راقي وكفاءة منقطعة النظير، ونالت العروض إبهار الحاضرين مما يعكس الصورة اللائقة لمكانة مصر وقدرتها على تنظيم الأحداث الدولية بمختلف المناطق السياحية والأثرية الموجودة في جمهورية مصر العربية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعي وتوثيق أواصر الترابط وتقديم الدعم للمجتمع المدني، نظمت المنطقة الغربية العسكرية عدد من الأنشطة المجتمعية والفعاليات المميزة خلال الشهر الجاري لخدمة أبناء المجتمع المدني بمحافظة مرسى مطروح، وتم عقد لقاء مع عدد من شيوخ وعمد وعواقل وأعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح تناول جهود الأمن والتنمية بنطاق المسؤولية، فضلاً عن بحث مطالب أبناء المحافظة في كافة المجالات. بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة الفيوم وقعت المحافظة عقد مع شركة يابانية وذلك لتمويل العقود الأراضي المخصصة لإنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل في المنطقة الاستثمارية الحرة في هذه المحافظة. أما في المنوفية فقد تم زيادة عدد الفصول إلى 96 فصل رياض أطفال في المدارس. ومن المنوفية خلينا نروح لأسوان يا مصطفى. تم تطوير مستشفى التأمين بتكلفة 1,200,000,000 جنيه، وفي بورسعيد بدأت المرحلة الثانية لاختبارات كابيتانو مصر بالمدينة الرياضية. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الفيوم وقعت المحافظة مع شركة يابانية عقود الأرض المخصصة لإنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل في أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم. المشروع هيوفر حوالي 3,500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة في جميع التخصصات. في المنوفية أعلنت المحافظة عن قبول 4,750 طالب وطالبة بتنسيق مرحلة رياض الأطفال KG1 بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي 2023-2024، وده من إجمالي عدد طلاب متقدمين 9,418 طالب عبر موقع التنسيق. كمان تم زيادة عدد الفصول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات لهذا العام ليصبح 96 فصل دراسي بمدارس المحافظة، بواقع 13 فصل زيادة عن القوة الاستيعابية للمدارس بهدف استيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين. فأسوان بتشهد المحافظة تنفيذ مشروع تطوير وإحلال وتجديد مستشفى أسوان للتأمين الصحي اللي وصلت نسبة التنفيذ بيها 35% بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه، ومستهدف الانتهاء منها أواخر العام المقبل، وده بيأتي ضمن 11 مستشفى و112 مركز طب أسرة ووحدة صحية مدرجة بالمنظومة الجديدة. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة إن إجمالي مساحة أراضي المشروعات الاستثمارية بالفرافرة وصلت حالياً ل 240,055 فدان، منها تم بالمزاد العلني ومنها بالأمر المباشر إلى جانب مبادرة النخيل، وجميعها بتعمل بالري الحديث، وشهدت هذه المساحات دخول زراعات جديدة غير تقليدية. في الغربية أعلنت المحافظة عن توريد 99% من المستهدف توريده من القمح المحلي لمخازن وصوامع المحافظة، وده بإجمالي 172,540 طن، وتم تسهيل الإجراءات لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة. في الدقهلية دشنت المحافظة مبادرة 600,000 باب رزق اللي أطلقها التحالف الوطني بالمحافظات، وتم تدشين المبادرة بالدقهلية بتسليم 106 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية قروض لمشروعات صغيرة وأكشاك مدعومة بالبضاعة بقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليون جنيه في إطار المبادرة، ليستفيد بها أصحاب المشروعات من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم والأرامل من أبناء مراكز ومدن وقرى الدقهلية. في جنوب سيناء أجرت مدينة راس سدر القرعة العلنية لـ 19 وحدة سكنية، وهي الحصة المخصصة للمحافظة، وبيتم توزيعها على الحالات الإنسانية وفقاً للضوابط والشروط المعلنة. في بورسعيد استقبلت المدينة الرياضية المتقدمين لاختبارات المرحلة الثانية من كابيتانو مصر بمشاركة محافظات دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء وبورسعيد.
الاختباراتها تقام على مدار يومي 24 و25 يوليو الجاري تحت إشراف نجوم الكرة المصرية وخبراء لعبة كرة القدم وبالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.